نريد أن نشكر ضيوفنا من أهل الصحافة والإعلام، ونشكرهم على يعني تلبية دعوة طلبتنا في كلية العلوم عين شق، وأشكر كود أن أشكر كذلك النادي المنظم وعلى رأسه عبد الحي والإخوة الآخرون والأخوات الأخريات. أنا أعرف أنكم تشتغلون بطريقة يعني تشاركية ويعني بناءة. أريد أن أؤكد على أهمية هذا اليوم، اليوم العالمي للصحافة بالنسبة للشباب وبالنسبة للناس جميعا، بالنسبة لجميع الناس جميعا. اليوم العالمي للصحافة هو يوم عالمي من أجل نشر الخبر ويعني تزويد الناس بالقدرة على فهم الأشياء وتحليلها والتموقع في التحولات التي يعيشها العالم إن داخليا أو خارجيا. إذن نحن لسنا، هذا اليوم يبدو غريبا عن كلية العلوم، والحقيقة أن الصحافة تهم جميع، تهم سواء كنا علميون محضا أو ننتمي إلى العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية أو العلوم الأدبية. نحن مجانيون باليوم العالمي للصحافة باعتبارنا ننتج المعلومات المتعلقة بما هو علمي وما هو أكاديمي، وباعتبار أنه هذا اليوم من الأهداف دياله هو أن تكون لنا صحافة علمية منتجة ينخرط فيها الشباب وتنخرطون فيها من أجل تزويد الناس بالخبر. لانفورماسيون اي بوفوار، اليوم المعلومة هي سلطة، والمجموعة من المعلومات التي تروج في الانترنت هي معلومات خاطئة أو فيها معطيات خاطئة، ماشي كلها ولكن أغلبيتها، وبالتالي يجب أن تكون هناك مصداقية لصياغة الأخبار، مصداقية لتطوير الصحافة، وهذه المصداقية ستأتي من اهتمامكم أنتم كمنتجين كمساهمين في البحث العلمي في البيولوجيا في الكيمياء في الرياضيات في الإعلاميات. أن عليكم أن تحاولوا أن تعملوا على نشر ثقافة العلوم باعتباركم كلية العلوم، وهذه الثقافة هي أساسية لتطوير المنتوجات الجامعية، لأنه الثقافة هي كل ما يحضننا كتفكير وكإنجاز. إذن أكتفي بهذا القدر لأؤكد على أهمية هذا اليوم، وأؤكد على دوركم في إنتاج والمساهمة في الإنتاج الصحفي. كلكم مرشحون وكلكنا مرشحون أن تكونوا صحفيين وصحفيات، ولكن صحفيين وصحفيات تحتاجوا إلى بذل مجهود، تحتاجوا إلى تكوين، تحتاجوا إلى التزام، وهذا ما سنعمل على توفيره مع شركائنا الذين يرحبون بالشباب والشابات ومستعدون لمواكبة جيل من الشباب والشابات من أجل العمل الصحفي، من أجل أن تنتجوا، أن تصبحوا صحفيون علميون شباب، صحفيون علميون شباب. وربما ستكون فرصة بالنسبة لكم، قد غدا نجدكم مديرين لهيئات إعلامية أو هيئات لنشر الخبر، يعني رغم أن ليست هي المهنة الأصلية التي سجلتم فيها في كل. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.